ممنوع الشعارات السياسية، ممنوع الخرائط، ممنوع أي شيء. ده التيشيرت اللي لعب بيه بالأمس نهضة بركان. أيوة. الحقيقة أنا ما شفتش عليه خريطة المغرب. راح تثبت عليهم واللي راح تكون ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش راكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على قضيه اتحاد العاصمه ونهضه بركان وفضيحه فوزي لقجع، راس الفساد في الكره الافريقيه، راس الفساد في الكاف. لقجع هو اللوبي الصهيوني الموجود في افريقيا حاليا، يعمل بالفساد بالرشاوي، كل ما هو ممنوع لقجع يستخدمه باش يربح به مصالحه الشخصيه. على كل حال راح تسمع معنا صحفي جزائري يتكلم على قضيه اتحاد العاصمه ونهضه بركان، رغم انه الصحفي اللي راح يتكلم انا لا اتفق معه في العديد من الامور سابقا، ولكن هذه المره عجبني في كلامه والامور اللي تكلمها في قضية اتحاد العاصمة. ولكن قبل كل شيء راح تسمع معنا صحفي مصري يتكلم على قميص نهضة بركان وعلى العديد من الأمور اللي تفضحت على العلن، وكل الناس صار يعرف من هو فوزي لقجع، هو رأس الفساد في الكرة الإفريقية. اسمع معنا كلامه جيد جدا. ده التيشيرت اللي لعب بيه بالأمس نهضة بركان. أيوة. الحقيقة أنا ما شفتش عليه خريطة المغرب. هذا هو القميص اللي لعبوه به. وده بيخلي الواحد عنده أسئلة كتير وعلامات استفهام كتير. علاش استفهام كتير وعلامات استفهام كتير؟ لأنه هذا هو القميص اللي لعبت به نهضة بركان آخر مباراة لهم في الدوري تاع المروك، ولكن كي جاو باش يلعبوا ضد الجزائر وفي الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سمح لهم أنه يلعبوا بالقميص اللي فيه الخريطة. هنا باش نعرفوا الفساد والسلطة تاع لقجع انه باش يطير ويطبق الفساد تاعو في الكرة الإفريقية ويدخل الرياضة في السياسة، وانه القميص اللي فيه الخريطة الوهمية داروه خصيصا باش يجيو للجزائر باش يستفزوا الجزائر، وانه حابين يسجلوا هدف على الجزائر، ولكن الهدف تسجل بطريقة عكسية عن لقجع وعلى الكاف اللي لقجع حاليا هو اللي ورط الكاف في هذا الفساد الكبير اللي بين العديد من الأعضاء الموجودين في الكاف لا يساوون أي شيء، بل لقجع هو اللي يحكم في هذه الأمور وهو اللي طبق الفساد تاعه. لذلك أنا نقول لكم أنه لقجع هو اللوبي الصهيوني. بتطبيع المروك مع إسرائيل تحصلوا على هذا النفوذ اللي هي أمور في كرة القدم اللي حابين الناس تعترف لهم بالصحراء وبأمور كلها، ولكن هذه الأمور انسى تبرا، لأن الصحراء الغربية هي معترف بها في الأمم المتحدة، والخريطة اللي داروها هي مجرد خريطة وهمية لا أكثر ولا أقل. ده التيشيرت اللي لعبوا بيه بالأمس ما عليهوش خريطة المغرب. صح، كل شيء باين ومفضوح كما تشاهدوا معنا. لا نتدخل في السياسة، لكن خلينا نؤكد على شيء، إنه الاتحاد الدولي في مادته في هذه الجزئية أكد على إنه اي حاجه ليها علاقه بمنظومه كره القدم او بمباراه بتتلعب ممنوع منعا باتا دخول السياسه فيها او الاشاره لاي حاجه ليها علاقه بالسياسه او العرق او الدين او الجنس او الاخر. وانا عرضت الماده دي المره اللي فاتت، مش هنعرضها تاني. واضح، اعتقد انه كلامه واضح. صحفي مصري هو اللي تكلم واللي قال هذا الكلام، وكل الناس في العالم يمكنها ان تدخل لموقع الكاف او لموقع الفيفا ويقراوا القوانين ويطلعوا عليها، وراح يشوفوا لانه القوانين متاحه للجميع، ماهيش حاجه سريه، موضوعه للجميع باش يعرفوا ما هي حقوقهم وواجباتهم. ولكن لقجع عفس على هذه القوانين كلها وحاب يطبق الفساد تاعو ودار هذا الخريطه الوهميه، ولكن هيهات في الجزائر قالوا له انسى طبرا. هنا في الجزائر ما يهمناش انه نخسروا مباراة، انه نتقصاو، ولكن وش يهمنا في الجزائر؟ السيادة الوطنية. احنا ما نخسروش ارض، ما نخسروش شرف، ما نخسروش امور اخرى، ولكن هما في المروك خاسرين اراضيهم تحتلها اسبانيا، خاسرين اراضيهم تحتلها البرتغال، خاسرين العديد من الامور وخاسرين شرفهم بتطبيعهم مع الصهاينة. يعني الامور منتهية ومحسومة بشكل نهائي. يعني ما تجيش تهضر مع الجزائري، الجزائري سيدك وسيد سيدك اللي انت تبوس له في يده. على كل حال تحيه الجزائر وتحيه لكل ابناء الجزائر. وتسمع معنا الان الصحفي الجزائري وهو يتكلم. اعتقد انه
لا كونفدراسيون افريكان فوتبول راهي في ورطه، لان لم تتوقع انه الطرف الجزائري ينقل القضيه الى محكمه لوزان الدوليه. ديسيزيون موتيفي اللي مدها لافار في 48 ساعه ما كان فيها يعني برسمو ولا شيء، انه احنا طبقنا القوانين، اوركو قوانين الكاف تثبت بانه تمكين فريق من ارتداء يعني قمصان فيها خريطه تغتصب فيها اراضي بلد اخر ممنوع. لا ديسيزيون موتيفي تاع اتحاد الجزائر اللي جات متاخره، لا ديسيزيون موتيفي تاع اتحاد الجزائر فيها قلنا الظرف القاهري هو الاصل غير موجود، لكن الاتحاديه الجزائريه لكره القدم سترتكز في شكواها على لي ستاتي دو لاكاف في حد ذاتها. لازم تبين انه الكاف داست على القوانين المتعلقه باحترام سياده البلدان. هنا اول حاجه، وهذا الامر اللي تكلم عليه هو امر مهم جدا. علاش امر مهم جدا؟ لانه الجزائر راح تمشي معهم بطريقه ذكيه جدا باش تبين لهم باللي انتوما اصلا متناقضين في قوانينكم ومتناقضين في قراراتكم اللي درتوها. لانه كيشوفوا الكاف في القانون تاعهم تمنع، ممنوع الشعارات السياسيه، ممنوع الخرائط، ممنوع اي شيء يرمز لعرق او لدين او لسياسه او لامور اخرى من غير كره القدم. هذا الامر نعرفوه، ولكن الكاف تجاهلت هذه الامور كلها وتجاهلت القوانين تاعها وتعاملت بالطريقة الفساد، بالطريقة اللي يمشي بها فوزي لقجع. نعرف أنه القميص اللي فيه الخريطة الوهمية شكون اللي وافق عليه؟ فوزي لقجع. وشكون اللي طبق القانون؟ فوزي لقجع. وشكون اللي خالف القانون؟ فوزي لقجع. يعني كل شيء كان بيد فوزي لقجع، كل شيء كان بأوامر فوزي لقجع. وكل هذه الأمور اللي راح تثبت عليهم واللي راح تكون ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. لهذا نقول أنه فوزي لقجع ورط الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأنه الكاف ولقجع في ورطة كبيرة ضد محكمة الطاس، لأنه محكمة الطاس راح تحكم وفق القانون الدولي لكرة القدم. تخالف المعايير الدولية لكرة القدم وتدخل الرياضة في السياسة اللي هي أعدى شيء عند محكمة الطاس، هنا راح تطبق عليهم القانون بحذافيره. ميشيل بلاتير، بلاتيني اللي هما لاعبين كبار وكانوا في الفيفا تحاسبوا من طرف الطاس وتنحوا نهائيا وتعاقبوا. وما أدراك ما لقجع أيضا كذلك بإذن الله أيامه صارت معدودة، أنه راح يتنحى وراح يتعاقب وراح يتحاسب على كل الأفعال اللي هو يديرها حاليا. نروح عند ستاتي دو لاكاف المادة 2 بيوتي برانسيب على لينيا ام فقرة اي اي، تقول لك لاكاف سونغاج سوتنير لي زاكسيون دو لينيون افريكان. لينيون افريكان اللي قلنا فيها جمهورية الصحراء الغربية عضو مؤسس، المغرب انضم اعتقد انه 2017 وليس 14 2017. الاتحاد الافريقي يعترف بسيادة جمهورية الصحراء الغربية، يعني اعتقد الامور هنا اكثر من الوضوح. الناس اللي ما تعرفش انه الصحراء الغربية بالنسبة للكاف، الصحراء الغربية هو عضو مؤسس في الكاف، هو عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المروك، قبل أنه المروك أنها تدخل وتنخرط قبلها أصلا. يعني الصحراء الغربية هو بلد معترف به من طرف الأمم المتحدة ومعترف به من طرف العديد من الدول، وهذا الأمر محسوم ومنتهي بشكل تام. يعني هنا نرجع مرة أخرى للتناقض تاع الكاف اللي هو كبير جدا. كيفاش الكاف تعرف أنه الصحراء الغربية معترف بها وأنه الصحراء الغربية هي عضو مؤسس في الكاف، في نفس الوقت تقول لك توافق على الخريطة الوهمية؟ وهنا نفهم شكون اللي وافق على الخريطة الوهمية، اللي هو فوزي لقجع المروكي اللوبي الصهيوني. المهم حاليا ما علينا الا نستناو محكمة الطاس وشنو هو القرار اللي راح تديره وشنو هو الامور اللي راح تتخذها. اعتقد ان الطاس اذا طبق القوانين كلها بحذافيرها كما هي موجودة، الكاف راح يروح في 60 داهية كما يقولوا المصريين، انه لقجع راح يروح بوحدة طويلة كما نقولوا احنا الجزائريين، وانه ينتهي بشكل نهائي وراح تكون عقوبة للمروك وعقوبة لنهضة بركان وعقوبة لفوزي لقجع وغرامات مالية كبيرة عليهم، رغم انهم ساكروا في ديون كبيرة وطلبوا من فرنسا اعانات باش يكملوا يبنيوا الملاعب. على كل حال تحية الجزائر وتحية لكل ابناء الجزائر. السلام عليكم.